ففي انديه كتير نفسها تعيش التجربه انت عارف يا اسلام، لكن النادي الاهلي من اكتر الانديه اشتراكا في هذه البطوله بعد اوكلاند سيتي بالظبط 6 مرات، وكمان على مستوى المباريات 12 مباراه في كاس العالم الانديه بعد اوكلاند سيتي برضو اللي عمل 15 مباراه. الخبرات ديت ان شاء الله نشوفها في مباراه الدحيل باذن الله. والله اتمنى، يعني انا زي ما بقول لحضرتك كده كابتن هاني، 2005 كانت الظروف صعبه، رحنا اتغلبنا المباراتين اتحاد جده والمباراه الثانيه طلعنا السادس، وكان في طموح كبير جدا من جمهور الاهلي ان انت تاخد البطوله. انت عارف انت حضرتك يعني النادي الاهلي النادي الاهلي دايما انت بتروح تلعب عايز تكسب الثلاث نقط، بتلعب بقى ريال مدريد، بتلعب برشلونه، بتلعب بايرن ميونخ، بتلعب الدحيل، بتلعب اوكلاند سيتي، الاساس ان انت تاخد الثلاث نقط او بتلعب على الثلاث نقط. فبالنسبه لنا كان ان انت تتغلب، وخلي بالك دي كانت اول هزيمه اعتقد في الفتره دي للجيل او بدايه الجيل ده مع مانويل جوزيه، فكانت بالنسبه لنا صدمه، بالنسبه لنا صدمه. الناس ممكن تتخيل ان ايه، ما هو يا جماعه انتوا رحتوا بقى كفايه ان انتوا رحتوا كاس العالم ورايحين بقى تقدوا وتعملوا تمثيل المشرف برضو كانت بتتقال لكم كانت بتتقال من بره، لكن احنا كان اكيد طبعا انتوا داخل مختلف. طبعا السياسه مختلفه. عشان كده لما اتغلبنا المباراتين دول قررنا بينا وبين نفسنا كلاعيبه ان احنا بعد كده نفكر ازاي. بصراحه ان احنا خدنا البطوله الافريقيه في 2006 على طول وتعلمتوا الدرس وتعلمنا الدرس وخدتوا الميداليه البرونزيه. مبدئيا رحت قبلها باسبوع مركز تاني او 8 ايام، حتى على المستوى التنظيم الاداري اتظبطت الامور، لانك انت رحت اليابان قبليها في 2005 وقت قليل، فطبعا عقبال ما اتاقلمت ودخلت في الجو 2006 كان في تنظيم اداري اكتر شويه، انك رحت وخدت على الجو شويه، قعدت قبليها باسبوع وحققت. وكان في تعاون اكتر يا كابتن هاني من اتحاد الكره في الوقت ده 2005 في 2006 2005 يمكن كانت الناس مش واخده بالها قوي من البطوله بتاع، فانت بتلعب الدوري يعني انت ما انت مضطر تلعب انت نادي كنادي اهلي، يعني انت مضطر ان انت تلعب الدوري والمباريات بتاعتك لغايه اخر وقت صحيح. فانت عندك ماتش هتعمل ايه، ما انت مش هتسيب الماتش وتسافر، فانت بتلعب على الدوري وعايز تاخد الدوري، فلعبنا لغايه اخر ماتش وسافرنا قعدنا حوالي ما فيش يومين او 3 ايام ولعبنا يعني اول يومين واليوم التالت تقريبا حاجه كده يعني، فعارفه اللي هو لسه على شموكو يعني لسه مش عارفين يعني بالليل بتنام الصبح بتنام الظهر يعني مش عارف تعمل ايه بجد، الموضوع ما كانش سهل. فتعلمنا من ده في 2005 2006 الامر كان مختلف تماما يعني. طبعا بالظبط على مستوى التحضير على مستوى الشكل الفني على مستوى النتائج. طيب ان شاء الله نتمنى التوفيق اولا للنادي الاهلي في مباراه الدحيل وهنرجع لها تاني، لكن